مشاهدينا ومتابعي الجمهوريه اونلاين، اهلا بيكم في لايف جديد. تلقينا الكثير من الشكاوي عبر منصه الجمهوريه اونلاين من ملاك سيارات الاحلال. ملاك سيارات الاحلال يصرخون بسبب مشاكل في مواصفات السياره. عندنا مشاكل من ملاك سيارات نيسان، وايضا مشاكل من ملاك سيارات غبور، منهم المتخوف من انفجار السياره بسبب انخفاضها او عدم ارتفاعها الارتفاع المطابق للمواصفات، فغبور خايفين من فقدان الموتور بسبب الزيت غير مطابق للمواصفات. هنعرف القصه كلها والموضوع دلوقتي من ممثل سيارات نيسان ومن ممثل ملاك سيارات غبور هيونداي. تعرف على حضرتك؟ المهندس طاهر جمال، ممثل عن ملاك سيارات نيسان موبايل مشتركة في الاحلام. اهلا وسهلا بيك. حضرتك خليل لطفي معانا. خليل لطفي ممثل عن هيونداي. هيونداي. طيب خلينا الاول نتكلم عن ممثل سيارات نيسان ونعرف الموضوع ايه بالظبط من حضرتك. الموضوع ان احنا بدانا دخول المبادره بعربيات القديمه طبقا لتوجيهات رئاسه الجمهوريه، ان احنا بنستبدل العربيات القديمه بعربيات حديثه تعمل بمنظومه الغاز الطبيعي. تمام. المفترض ان احنا على حسب البلان اللي كان محطوط في الاول وتصريحات وزاره التجاره والصناعه، ان العربيات تم فحصها وتم اقرار تعديلات انها تتناسب مع منظومه الغاز باعتراف الشركات. تمام. بعد ما سلمنا السيارات اكتشفنا ان في مشكله في المواصفات بتاعه ارتفاعات العربيه، ان العربيه غير مطابقه للمواصفات الفنيه اللي مفروض تخرج من العربيه كستاندرد مصنعي. بمعنى ان العربيه ليها ارتفاع معين وهي من غير الاسطوانه، دي العربيه العاديه. بعد ما تركبت الاسطوانه اختلف الارتفاع الخلفي وهبت اكتر وانا بستلمها، فكده انا استلمت عربيه اقل من الارتفاع الرسمي اللي المفروض استلم بيه العربيه. طبعا الانخفاض ده في وجود طرقنا والمطبات اللي موجوده بيؤدي لضرر ان العربيات بدات تحك في المطبات، وخصوصا لما يركب مثلا فردين ورا مع سائق العربيه يكون في حمل في العربيه، فالعربيه بتعاني بتوطى وفي نفس الوقت بتحك في المطبات. ده غير بقى ان احنا لو اتكلمنا في الناحيه الفنيه وايديولوجيه اختراق الهواء وارتفاعات العربيه والديناميكيه بتاعتها، طبعا اختلفت انها مختلفه عن التصميم الرسمي بتاع العربيه. انا معايا هنا صوره، دي عربيه مش راكب لها غاز. ده الارتفاع للعربيه وهي مش راكب لها غاز. عربيه عاديه جدا صورتها من الشارع، اتصورت من الشارع ارتفاع والجنط اللي رفرف عالي عادي. نجيب بقى عربيه اللي هي الارتفاع بتاع اللي ركب لها اسطوانه غاز، ادي العربيه اللي فيها اسطوانه الغاز. واضح جدا الارتفاع اللي موجود بينهم مختلف جدا. طب نقرب بقى المسافه اكتر، نحط الصورتين جنب بعض، ادي العربيتين جنب بعض. دي العربيه اللي فيها غاز ودي العربيه اللي ما فيهاش غاز. طيب حضرتك لما لاحظت المشكله ديت ان الارتفاع غير مطابق للمواصفات او غير مطابق للعربيات اللي مش راكب لها غاز، حضرتك عملتوا ايه؟ احنا توجهنا بعمل شكوى الاول، توجهنا لشركه نيسان، بلغناهم ان العربيه فيها مشكله. نيسان ما ردتش علينا. فبدانا حولنا الموضوع لشكوى لداخل حمايه المستهلك. حمايه المستهلك تلقى الشكوى من الناس، وبدانا منتظرين عرض السياره على الفحص من قبل حمايه المستهلك. فوجئنا ان حمايه المستهلك رد علينا ان هيئه وزاره التجاره والصناعه طلبت تحويل العربيات المتضمنه غاز طبيعي تحت اشرافها في هيئه الرقابه الصناعيه. فحولت الشكاوي على هيئه الرقابه الصناعيه. هيئه الرقابه الصناعيه بدورها لما رحنا نسال على الموضوع بصينا لقينا ان العربي حولوا الموضوع لكليه الهندسه، بالرغم ان المفروض ان قبل ما تحول لكليه الهندسه المفترض ان هيئه الرقابه الصناعيه يكون فيها لجنه تبدا تفحص حتى عربيات عشوائيه من اللي في المبادره مع عربيه سليمه وتبدا تقارنها مع بعضها، لان المفروض هيئه الرقابه الصناعيه اعلى سلطه رقابه على الصناعات في مصر والمنتجات الصناعيه للشركات او اذا كانت اللي جايه من بره او اذا كانت صناعات افراد، هي الجهه المنوطه بفحص الصناعات. فاعتقد ان هيكون عندها لجنه او هيئه من كبار مهندسين يقدروا يعرفوا ان العربيه المختلفه مش مختلفه ولا مظبوطه. هي حولتها كليه هندسه. طب فوجئنا ان في كليه هندسه انه طالبين من كل عربيه 3300 للفحص. مقابل ايه؟ فحص مقابل بس. مقابل فحص المشكله. فهنا حولوا الموضوع لمشكله عامه فاصبحت مشكله فرديه. طيب المشكله الفرديه دي مطلوب ان واحد كان مرتبه على قده ودخل في عربيه احلال. انت بتقصد تقول دي لو مشكله فرديه ما عندكوش اي مانع ان انتوا تدفعوا 3300. طبعا. ولكن هي مشكله عامه على جميع سيارات الاحلال اللي مركبه اسطوانات غاز. طبعا هي المشكله لو مشكله فرديه، يعني انا استلمت العربيه مظبوطه وما فيهاش مشاكل وحصل عندي مشكله
وعايز افحصها انا متكفل ان ادفع ثمن الفحص. لكن لما يكون مشكله ثابته هي عيب واحد في عربيات نيسان وقد تكون في كل شركات اللي دخلت المبادره ركبت صواناط غاز فاذا عيب عام، فالعيب العام ده يستلزم تدخل الدوله واعاده تاني توجيه السيارات للشركات المصنعه للتعديل تحت اشرافها هي. احنا كل اللي بنطلبه بتدخل رئيس الجمهوريه في مبادره احنا حبينا انها تنجح واشتركنا فيها، ووزارة التجارة والصناعة هيئة الرقابة الصناعية وزارة المالية المشرفة على الموضوع انها تتدخل وتكون سبورتنج للناس انها في الخطوة الاولى انها تكشف على العربيات، تاخد عربيات عينات عشوائية ممثلة من العربيات اللي خرجت من عندنا نودي لها عربيات تفحصها، لو المشكلة فيها مشكلة او ما فيهاش مشكلة احنا بعد كده ناخد الخطوات التانية، او بلاش نعجز الناس اذا كان لابد مصاريف كلية الهندسة ان لازم يدفع فيها رسوم، ان ما بقاش ان انا عندي على الاقل حوالي 100 شكوى اروح اودي 100 عربيه كل واحده ب 3300 وواحد مش قادر يدفعها. طب ممكن قوي اقتراح بسيط جدا ان احنا نمثل عربيتين ثلاثه من العربيات واحنا هنمولهم ويفحصوها والقرار اللي يطلع على العربيتين ثلاثه دول يبقى ملزم ومستلزم للشركه يعني. لو القرار طلع ان لا العربيه كده مطابقه للمواصفات انتوا على اتم استعداد انتوا تدفعوا لكل واحد يدفع 3300 جنيه تمام ولكن لو طلعت فعلا العربيه غير مطابقه اللي بتطلبوا الوكيل بحل المشكله ده شيء طبيعي، ده لازم الوكيل يحل المشكله. هنا الوكيل بقى بدا يتنصل من الموضوع. الوكيل من الاول هو اقر مع وزاره التجاره انه عدل السياره لتتناسب مع منظومه غاز الطبيعي، وبذلك تبقى للدعايه الوكيل احنا بدانا نختار العربيات على اساس انا اول ما بشيل العربيه بفتح الكتالوج بشوف المواصفات الارتفاع عشان تنسبني في الطرق المصريه، هو بيقول لي ارتفاع العربيه كذا، انا بقى ماليش دعوه انت ركبت الصواند غاز ما ركبتش الصواند غاز دي مش بتاعت انا، ده انت المصنع اللي بيسلم العربيه انت ما تدخلنيش في قصه تانية خالص مش بتاعت انا بتاعت الغاز، انا ليه ارتفاع تسلمني العربيه بعد الصواند الغاز. الشق الثاني هو موضوع الغاز وضمانه. احنا لما شرينا العربيات احنا شرينا العربيه من شركه نيسان، من قام بالتعديل شركه نيسان عن طريق شركات الغاز بمعرفه شركه نيسان. لما رحت استلم العربيه لما رحت رحنا شركات الغاز، احنا رحنا نستلم السياره من موزع المعتمد لشركه نيسان، فاذا انا ما تدخلنيش بقى في قصص او ما تدخلش بتوع العربيات كلها في قصص ان انا في مشكله في الغاز، لا اروح لبتاع الغاز وبتاع الغاز يجي يقول لا المشكله مش من عندنا دي عندك في العربيه. لا انت المفروض يبقى في لجنه واحده جهه واحده. في مشاكل ظهرت برضو في الغاز، هو مشاكل الغاز بس في تخوف دايما عند المواطن المصري. تخوف حاجه، في مشاكل ظهرت، ما هو التخوف ده ناتج من حاجات قديمه. لا خلينا بس معلش نمسك الموضوع واحده واحده، في مشكله حصلت فعليه في الغاز لغايه دلوقتي بالنسبه ما فيش غير ارتفاع الصوت. خلينا في موضوع الارتفاع ان جميل. العربيه منخفضه بسبب حمل اسطوانه الحمل الحمل دوت دائم وبيسبب اجهاد مستمر على الصوان. انا الحمل ده هيستمر معايا فوريفر على طول، فانا كني مقعد وزني 100 كيلو في الشنطه على طول رايح جاي بيه مع الوقت. انت مشكلتك على المدى البعيد ولا مشكلتك خايف من الاحتكاك في المطبات مما يؤدي الى انفجار تانك البنزين او الغاز؟ المشكله الاساسيه انفجار تانك البنزين او الغاز ده مستبعد بالنسبه لي لان هو المفروض ان هو مؤمن. احنا مشكلتنا كلها الاهم وهي حتى موجوده في المدى القريب هي انخفاض الاسطوانه، انخفاض ارتفاع العربيه. طالب ان العربيه تخش فحص بشكل عام وهي مشكله عامه مش مشكله فرديه، ولو طلع فعلا الموضوع زي ما انتوا بتقولوا غير مطابق للمواصفات، خاصه ان انت بتقول عندك افراد نساء بتقول ان الارتفاع الطبيعي للسياره ده كان رد من شركه نيسان. الارتفاع الطبيعي للسياره اللي هي مش مركبه هي بتقر غاز. شركه نيسان بالنسبه للسيارات الصني ان ارتفاعها قبل اسطوانه الغاز الستاندر 67 سنتي ارتفاع العربيه من الخلف، بعد ما تركبت الاسطوانه هي بتقول العربيه بقت 63 سنتي ونص، يعني هي بتعترف ان العربيه نتيجه الاسطوانه نزلت 3 سنتي ونص ده في الصني. طيب نيجي في السنترا، السنترا بتقول ان ارتفاعها قبل الاسطوانه 71 سنتي و2 ملي، بعد ما تركبت الاسطوانه بقت ارتفاعها 67 سنتي يعني نزلت 4 سنتي، يعني اصلا من غير ما انا اخش فحص اللي بعتته نيسان بتكر ذلك، بتقر العربيه نزلت عن المواصفات الفنيه اللي المفروض الستاندر بتاع العربيه. احنا مطالبتنا نرجع الستاند الارتفاع تاني الرسمي ارتفاع الستاندر للسياره بعد تركيب الصواني عشان تبقى مطابقه للمواصفات. تسلمني العربيه الصني بالصواني الغاز ارتفاعها 67 سم. الموضوع دلوقتي بقى في الرقابه الصناعيه ولا في حمايه المستهلك ولا في كليه هندسه؟ الموضوع دلوقتي المفروض ان هو من الرقابه الصناعيه راح كليه هندسه،
يعني احنا ما... انت بتناشد الرقابه الصناعيه ولا بتناشد كليه هندسه؟ بتناشد لا انا بناشد بالموضوع. انا بناشد المنوط بالموضوع هي حمايه المستهلك والرقابه الصناعيه، الرقابه ووزاره التجاره والصناعه لانها المسؤوله عن المبادره في الاساس. تمام حضرتك، بتطالب ان السياره تخش فحص ولو لا انا مطالبتي انها تتعدل من قبل الشركات، لو في شركه ردها كذا انها مخالف لردنا احنا ومش عايزه تعدل، ووزاره التجاره والصناعه هي تفحص السياره بمعرفتها وتعرف بناء على التقرير اللي طلعاه نيسان العربيه منخفضه ولا مش منخفضه. اذا استلزم الامر ان احنا وده تقرير حضرتك اللي كنت بتخاطب شركه نيسان، ده تقرير اللي اترد على شكوتي لحمايه المستهلك. لحمايه المستهلك تمام. انت لما رحت حمايه المستهلك ادوك التقرير ده، التقرير ده طالع على 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 ارتد على الموقع على شكوتي انا. ايوه فهنا من مطالبتنا ان العربيه ترجع بصمت الغاز للارتفاع الرسمي بتاعها. اذا استلزم او الموضوع ما يبقاش تعجيز للاطراف كلها ويستلزم من نوع من الروتين لازم تخش فحص كليه هندسه، يبقى احنا نحاول نوصل لحل وسط علشان ما نبقاش الموضوع نوع من انواع يلجئ يتفسر يا اما كبايه يا اما ضغط على الناس انها ما تفحصش. تمام. طيب خلينا برضو حضراتكم نعرض لكم مشكله ملاك سيارات هيونداي. اتفضل حضرتك قول لي برضو مشكلتك ايه. احنا تقريبا نفس المشكله اللي واجهت جماعه بتوع نيسان سطر سطر، نفس الموضوع حصل معانا في عربيات بتاعه غبور. كل حاجه حصلت مع نيسان حصلت مع غبور، ولغايه دلوقتي ما حلناش اي حاجه خالص بخصوص موضوع الارتفاع العربيه. برضو نفس القصه، العربيات واطيه بتخبط في الارض، بتعمل مشكلة كبيرة في العربية وفي الشاسيه بتاع العربية. يعني انت عندكم نفس مشكلة الارتفاع، كل حاجة هيونداي. كل حاجة ايه المشكلة الاخرى غير خلاص كده احنا بنتكلم ان مشكلة الارتفاع ما بين ملاك سيارات نيسان وهيونداي دي مشكلة عامة في السيارات. بالظبط. طيب ايه المشكلة التانية اللي بتواجهكم؟ عندنا مشكلة تانية اللي هي خاصة بالزيت اللي بيتحط في العربية. شركة غبور احنا المفروض في مواصفة للعربية مواصي بيها من كتالوج من المصنع، مش احنا اللي قايلين ولا غبور اللي قايل، ده هو المفروض فيه مواصفة عربية. طيب احنا دلوقتي العربيات بتاعتنا دي المفروض تمشي لغاية 7000 كيلو وتبدأ تنقل للغاز الطبيعي، لان ما ينفعش انقل غاز طبيعي والعربية زيرو خطر على الموتور، فهنضطر ان احنا نستنى 7000 كيلو. 7000 كيلو دول بياخدوا حوالي 6 شهور متوسط لأي حد سايق عربية مشاوير عادية. طيب احنا دلوقتي مشينا 7000 و8000 و10000 عاوزين بقى نفعل الغاز. اتفاجئنا بحاجتين، اول حاجة اكتشفنا ان الغاز الطبيعي راكب في قبل استلامنا من العربية بتاعتنا بحوالي 3-4 شهور، واحنا قعدنا حوالي 6 شهور بقوا 9 شهور. الضمان بتاع الغاز سنة، الضمان بتاع الغاز سنة، يعني في 9 شهور ضاعوا من الضمان في حين ان انا لسه ما فعلتش الغاز. انا المفروض الضمان بتاع الغاز يبدأ من ساعة ما فعل الضمان. تقصد تقول ان انت استلمت العربية لقيت ضمان الغاز مفعل؟ مفعل بقاله 3 شهور. طيب مفعل. حلو قوي حضرتك. ايه مشكلة الزيت بقى؟ مشكلة الزيت اللي اما جينا ركبنا شغلنا التفعيل او في ناس شغلت التفعيل وبدأت تحط غاز، فلازم الغاز الطبيعي ليه مواصفة محددة موصي بيها من المصنع. اما جينا اتكلمنا مع غبور لقيناه جايب لنا زيت من شركة روسية قفلت من مصر من 3 سنين او سنتين ونص. يعني شركه بقى لها 3 سنين قافله في مصر، والزيت بتاعها ستوك عند غبور. لما فتبصينا في العبوه لقينا العبوه موديل 2020، يعني بقى لها سنتين واكتر. فانا اتصلت بغبور قال له لا ده الزيت ده مطابق وبتاع. طب الزيت ده اسمه اللزوجه بتاعته حاجه اسمها 15W40. 15W40 ده اسمه زيت مينرال معدني، يعني زيت بيتحط للعربيات اللي عامله فوق ال 100000 و200000 و300000. بيتحط في العربية. أنا كان معايا عربية قديمة قبل المبادرة كنت بحط فيها زيت مينرال عشان دي عربيات قديمة. أيوة فندم، ده كلام، ده كلام مفيش ده معلومات، دي معلومات فنية بحتة. أي فني وأي مهندس ميكانيكا فاهم الكلام اللي أنا بقوله ده كويس. الزيت المعدني بيتحط في العربيات القديمة، الزيت التخليقي بيتحط في العربيات الزيرو. أنا دلوقتي عربية زيرو، إزاي أحط فيها زيت معدني؟ معنى الكلام ده ان انا بعد 100000 ولا 150000 هلاقي الموتور ده بدا يدخن وبدات تحصل فيه مشاكل، مش هتحصل في المدى القريب، هتحصل في المدى البعيد. اما اتكلمنا مع غبور رفض وفضل برضو افرض علينا الزيت. رفض تغيير الزيت؟ هو فرض علينا الزيت بتاع. طب لو غيرت الزيت ده بره غبور اخرج من الضمان. تخرج حضرتك من الضمان؟ خلاص العربيه خرجت من الضمان، الموضوع خلص. يعني انت ما عندكش غير خيارين، اجباري يا اما تحط الزيت وموتورك يبوظ بعد 100000 كيلو خلاص، يا اما تخرج من الضمان. اخرج من الضمان وخلاص. وخلاص هو ده الخيار اللي انا توجهت للشركه بتاعه غاز بروم اللي هي الشركه المصنعه للزيت اللي غبور بيديه لنا. وصلت مع شركه الزيت في روسيا، شركه روسي.
لقيتهم بيقولوا لي طب مواصفة العربية ايه؟ قلت لهم مواصفة العربية كذا 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 موديل 2022. فطبعا الناس استغربت جدا، قالت الزيت اللي انت بتقول لي عليه ده للزيت العربيات العاملة 200,000 كيلو، مش العربيات اللي عاملة 5,000 و7,000. احنا عندنا زيت تاني، راح هم طبعا عملوا لي ريكومنديشن بزيت تاني عندهم مواصفة محترمة 5W40 و5W30. طب الناس فاهمة دي كمان شركة الزيت بتقول كده. جبت الشات اللي بيني وبين الشركة الروسية وسجلته ووريته لشركة غبور، قالوا لي لا احنا ضامنين العربية والعربية دي بتاعتنا ومفيش حاجة. يا جماعة ازاي الكلام ده؟ يعني شركة الزيت مش بتفهم واحنا ما بنفهمش والمصنع ما بيفهمش وانتوا اللي عارفين الزيت المظبوط؟ الكلام ده مش مظبوط يا جماعة. قالوا والله ده ايه الزيت اللي عندنا. حتى لو هم ما حطوش الزيت بتاع الشركة الروسي اللي هو المينرال، برضو في انواع للزيت التخليقي، في زيت تخليقي خاص بالغاز الطبيعي وزيت تخليقي بتاع البنزين بس. يعني حتى الزيت اللي بتحط للعربيات العادية اللي ما فيهاش اسطوانة لازم يتحط لها زيت خاص بيها. اللي انا دلوقتي انا عندي غاز طبيعي، ما ينفعش اخش على بتاع الزيت اقول له حط لي زيت بتاع البنزين، ما ينفعش. فلازم برضو شركة غبور او وكيل هونداي في مصر يوفر للناس بتوع المبادرة زيت بتاع غاز طبيعي. حضرتك بايع لي عربية فيها اسطوانة غاز طبيعي، ازاي تحط لي زيت عادي بتاع عربيات البنزين؟ الكلام ده طبعا مش صح. واي حد طب ما ممكن حضرتك دلوقتي بيحط لك الزيت ده عشان حضرتك لازم تمشي 5,000 كيلو وبعد كده تفعل الغاز. انا خلاص ممكن بعد ما تفعل ممكن يغير لك نوع الزيت. ما هو في ناس معانا، احنا حضرتك احنا تكتل كبير، كل الناس بتوع المبادره. انا باخد بدي حضرتك يعني ممكن ده يكون مفهومي انا في الاول في صيانه الالف حطوا لنا زيت كويس اللي هو بتاع البنزين، زيت قوي. محترم جدا، زيت 10,000 محترم. تمام. طب انا دلوقتي 10,000 اهو عايز افعل لو سمحتوا، هتحطوا لي زيت ايه؟ قالوا لي الزيت المينرال المعدني. طب الكلام ده يا جماعه غلط. يعني هم قالوا لك هم هيحطوا لك الزيت المعدني. طبعا هو ده اللي موجود. طب يا جماعه انا مش عاوز ده. لا والله ده المتوفر واحنا اللي ضامنين، طول ما العربيه في الضمان مفيش مشكله. طب العربيه دي هتبقى في الضمان لمده 100,000 كيلو، الزيت ده تاثيره هيبقى على المدى البعيد، مين يضمن للعربيه دي بعد 200,000 كيلو؟ في مشاكل هتحصل. طب يا جماعه طب وفروا لنا، انتوا دلوقتي عندكم علامه تجاريه للزيت اللي انتوا بتشتغلوا بيه، شركه كبيره جدا بدون ذكر اسمها عندها زيت تخليقي محترم يخص العربيات الغاز الطبيعي. يعني انتوا مشكلتكم دلوقتي حضرتك في هيونداي بتطالبوا بتغيير نوع الزيت التخليقي، زيت مواصفات بتاعه الغاز الطبيعي تخليقي. تمام. وبتاع عندكم مشكله ارتفاع السيارة، برضه نفس المشكله. عندنا مشكله ثالثه واخيره. اتفضل. معلش انا اسف. المشكله الثالثه خاصه بموضوع الغاز الطبيعي، شركه الغاز الطبيعي. انا دلوقتي زي ما قال الاستاذ، انا دلوقتي خدت العربيه من الوكيل فيها غاز طبيعي، فانا مش ما ينفعش ان انا اروح للوكيل يقول لي مشكله غاز طبيعي، يروح لشركه الغاز، اروح لشركه الغاز يقول لي لا دي مشكله مع دي الموتور، روح للوكيل. فاحنا دلوقتي ما بين شركه الغاز الطبيعي وما بين الوكيل، احنا محتاجين ان دايما الوكيل اللي بيبيع العربيه فيها غاز طبيعي يبقى في جزء للصيانه للغاز الطبيعي. يعني احنا معلش احنا معانا وكلاء كبيره جدا محترمين في مصر، ما فيهاش حاجه لما يبقى في جزء صغير في الورشه، او بمعنى تاني يا فندم يبقى غبور هو الوكيل بتاع سياره هيونداي، يبقى هو المسؤول مسؤوليه كامله عن اي حاجه داخل السياره، من غاز بقى مش من غاز، اي حاجه. بالزبط. حتى لو مش هيعمل عنده حاجه للغاز، هو اللي يتعامل مع شركه الغاز، مش بالزبط. بالظبط. كمالك للسياره في مشكله حصلت يا فندم، في حاجه اسمها مشتركات التبريد بتاعه الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي لازم يسخن بالميه السخنه قبل ما يخش للاسطوانه عشان ما يحصلش فيه مشكله. ففي مشتركات ميه، المشتركات دي بتيجي دايما من شركه الغاز فيها مشكله. المشتركات دي لما بتضرب وبتنزل ميه، مستوى الميه في العربيه بيقل، ممكن حضرتك تمشي بيها وما تحسش ويحصل مشكلة. حصلت معانا في حالة أو حالتين عربيات فكت موتور، زيرو فكت موتور بسبب مشكلة في الغاز الطبيعي. مين المسؤول عن فك الموتور الزيرو ده؟ موتور راح، موتور انتهى، مين مسؤول؟ لو رحت للوكيل هيقول لك أنا ماليش دعوة، دي شركة الغاز، دي حاجة تخص شركة الغاز. لو رحنا لشركة الغاز يقولوا مالناش دعوة، ده عيب صناعة في الموتور، الموتور هو اللي ما تحملش السخونة، دي حاجة تخصك أنت، ما ممكن تكون المية ناقصة بسبب نقص الرادياتير عندك. فإحنا دلوقتي وقعنا ما بين الغاز وما بين شركة وما بين الوكيل، فإحنا معلش محتاجين من الناس في إدارة المبادرة أو الناس اللي بتتابع الموضوع أو المسؤولين، يعني المبادرة كويسة جدا ومحترمة ومنظمة، بس إحنا عاوزين نكمل بقى الموضوع عشان نقفل المنظومة كلها تبقى كاملة لغاية ما نفضل مع
على التوكيل ومفيش مشكله وهنكمل مع الوكيل وكل حاجه، بس الفكره احنا ما ينفعش نبقى احنا تايهين ما بين شركه الغاز وتايهين ما بين الوكيل، بس دي مشكله. يعني بالنسبه لك انت في هيونداي عندك مشكله الغاز ومشكله ارتفاع السياره ومشكله الزيت. بالظبط صح كده، وزي ما حضرتك قلت لي برده في انسان الارتفاع هي المشكله الاكبر عندكم في السياره. تمام، زي ما حضراتكم سمعتوا كده وشفتوا مشاهدي ومتابعي الجمهوريه اونلاين، دي كانت مشكله ملاك سيارات المبادره سواء في هيونداي او في انسان. ان شاء الله المشكله يكون لها حل من حمايه المستهلك، من الرقابه الصناعيه، من الوكيل، يعني بنامل ان هي تتحل ويشوفوا اذا كانت فعلا كده العربيه مطابقه للمواصفات. الارتفاع دوت بيمثل خطوره على السياره وعلى العمر الافتراضي لعفشه السياره، كذلك الامر بالنسبه لشركه هيونداي. الزيت دوت بيهلك الموتور، يعني هو بيقول لك ده هيبان عيوبه بعد 100,000 كيلو، هتكون العربيه خارج من الضمان، العربيات بيدفعوا لها اقساط، فكمان مش عاوزين يتحملوا فيما بعد ان يبقى عربيه لسه المفروض ان هي زيرو او جديده يبقى فيها مشاكل في الصيانه. عاوزين حضراتكم تقولوا اي حاجه تانية؟ لا انا بس نحل بس المشكله دي ان شاء الله الامور هتبقى كويسه ان شاء الله. انا بحب اشكر بلدي جريده الجمهوريه وبحب اشكر الاعلام اللي هو اللي بدا يحط ضوء على المشكله ديت، واحنا بنسميه ده من السلطه الرابعه، السلطه الرابعه اللي احنا بنلجأ لها في الاخر ما بيقف عندنا الحلول ان شاء الله. كل فالاعلام هو اللي بيبقى بيوصل صوتنا ان احنا نحاول نوصل لحل يرضي تماما، ان لو في اي حاجه انت ليك صاحب حق فيها محدش هيأثر وهتتحل باذن الله، واحنا تحت امركم في اي وقت. شكرا لله. شكرا مشاهدينا ومتابعي الجمهوريه اونلاين.